الانسداد السياسي بلغ أوجه، مخالفات دستورية لا حصر لها، وقفز مستمر على التوقيتات الدستورية، كل هذا يحدث بلا جزاء قانوني. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان رسم مسارات الخروج من الانسداد الراهن، داعيا في مقال موسع إلى ضرورة إجراء تعديل دستوري لنص المادة 64 من الدستور والتي عالجت حل البرلمان، مؤكدا أن الحل بالطرق التي رسمتها المادة المذكورة غير ممكن عملية. فكيف يصوت البرلمان على حل نفسه؟ وكيف يستغني النائب عن امتيازاته ومكاسبه؟ وتنص المادة 64 من الدستور بأن حل البرلمان يكون بطريقتين، الأولى بطلب من ثلثي الأعضاء وتصويت الأغلبية المطلقة، والثانية بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، فيما لم يبين النص إذا كانت الطريقة الثانية تتطلب تصويت الأغلبية المطلقة على قرار الحل. خبراء قانون يذهبون في الرأي إلى أن الطريقة الثانية لا تحتاج إلى تصويت البرلمان انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما دعا إليه القاضي زيدان، إلا أن هذا التفسير يحتاج إلى استفتاء لرأي المحكمة الاتحادية. والمفارقة أن أحداً لم يطلب رأي المحكمة مطلقة بتفسير نص المادة 64 أولاً من الدستور، ولم تفصل المحكمة فيما إذا كان حل البرلمان بقرار من السلطة التنفيذية يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب أم لا. المحكمة الاتحادية التي أقرت أغلبية الثلثين كنصاب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد تكون هي مفتاح الحل مجددا بوضع حد لمخالفة التوقيتات الدستورية وإعلان صلاحية السلطة التنفيذية بحل البرلمان تمهيدا لانتخابات جديدة قد تكون المخرج الأوحد من الأزمة الحالية.